السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في نشرة أخبار الكوت. عقب الاستقبال الرسمي والشعبي الكبيرين اللذين أقيما لسمو أمير البلاد في سلطنة عمان يوم أمس، منح السلطان قابوس بن سعيد سمو أمير البلاد وسام آل سعيد وسيفا عمانيا، فيما قدم سمو الأمير للسلطان قابوس كتابين نادرين عن تاريخ سلطنة عمان. يأتي هذا فيما استقبل سمو أمير البلاد خلال اليوم الثاني من زيارته الرسمية إلى مسقط عددا من المسؤولين العمانيين. كما قام سموه ظهر اليوم بجولة بحرية على متن اليخت السلطاني فلك السلامة. أجرى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مساء أمس محادثات مع جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، حيث تبادل سموه في قصر العلم الهدايا مع أخي السلطان، حيث أهدى سموه جلالته كتابين نادرين عن تاريخ سلطنة عمان، في حين قلد جلالته سموه وسام آل سعيد الذي يعد من أرفع الأوسمة العمانية، وأيضا هدية تذكارية عبارة عن سيف عماني. كما أقام السلطان قابوس مساء أمس مأدبة عشاء على شرف سمو أمير البلاد والوفد الرسمي المرافق لسموه، وذلك بمناسبة زيارة سموه الرسمية إلى السلطنة. وفي مقر إقامة سموه في مسقط، استقبل سمو أمير البلاد صباح اليوم صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، وأيضا صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة رئيس بعثة الشرف، ومعالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، وعدد من كبار المسؤولين في حكومة سلطنة عمان الشقيقة. كما استقبل سموه صباح اليوم سفراء دول مجلس التعاون الخليجي لدى سلطنة عمان الشقيقة، وذلك في مقر إقامة سموه. كما قام سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والوفد الرسمي المرافق له ظهر اليوم بجولة بحرية على متن اليخت السلطاني فلك السلامة، ورافق سموه خلال الجولة وزير التراث والثقافة رئيس بعثة الشرف صاحب السمو هيثم بن طارق آل سعيد.